الحديدي لو ينزل وحيهم الكرم بيدورهم نابع وحيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم عن قبيلة الحديدين، قبيلة كبيرة قحطانية زبيدية تنتشر في بلاد الشام وفي العراق تواجدها، وهناك أيضا تواجد قليل لها في سلطنة عمان ومصر. الموجودة في العراق الملاوحة، الكواصمة، الأكعد، أشويجات، أسويفات، النوافلة، والبو كضيب. سنركز في حديثنا عن هذه القبيلة في بلاد الشام إلى محمد عجان الحديد، وهو رجل ديني، وطبعا هذه الرواية مختلف عليها. أتباع دينيين لهذا الرجل كأنصار دينيين، وهناك من يقول هو حسب الكتاب عشائر الشام لأحمد وصفي زكريا، والذي التقى الشيخ نواف الصالح ونقل عنه أنهم ينتمون إلى أحد بناته. إذن ابنة عجان الحديد ولدت 7 أولاد، 4 منهم أصبح لهم نسل، وهم غنطوس وصليبي وجادر وجميل، وهم أجداد الحديديين من قوم نواف الصالح. ينقسمون إلى قسمين، الصالح الشيخ نواف الصالح وهم الحديدين الأساسيين الذين أشرنا لهم، وينقسمون إلى أفخاذ وهم الأبو كلش والأبو صليبي والأبو جميل والأبو قاتلة والأبو حربة الحجاج والأبو زليطي، المعاطة والمواسع، والمعاطة والمواسع. وهناك قسم وهم اللواحق المستقلين عن الحديدين، النعيمات والأبو قعيرات والأبو شهاب الدين، العميرات والبسبيع، الأبو عيسى والحسانيون والأبرز والأبو عطيوي والأبو حسن والجملان والغناطسة والأبو حربة. مؤرخ ألماني اسمه أوبنهايم زار المنطقة وقابل شيوخ الحديدين هناك، أن يعود الفضل بتوحد الحديدين وتشكل عشيرتهم إلى أسرة الإبراهيم. وهذه الأسرة استطاعت أولا أن توحد قبيلتهم الصغيرة البوكنش، ثم أخضعت الأفخاذ الثانية الأخرى الموجودة هنا، أخضعتهم ثم أخضعت عشائر أخرى لسلطة أو لحكم قبيلة الحديدين. إذن من عام 1880 إلى عام 1932، في هذه الفترة استطاعت هذه الأسرة توحيد قبيلة الحديدين، وأصبحت قوة لا يستهان بها بالمنطقة، أخضعت قبائل أخرى وتخلقوا بأخلاق البداوة، ومنها الغزو ورعي المواشي والترحال. وثم في عام 1932 تغير الحال، فهو عام الجوع. بعد هذا العام، عام الجوع، تراجع الحديدين أو تغيرت غير من بعض طبائعهم أو مهنهم، فالتجأوا إلى الزراعة، زراعة بعض المناطق هم التي استقروا بها، وتركوا شيئا من البداوة والأخلاق البدوية التي كانت قائمة قبل ذلك. هم من أطراف إدلب، من مناطق أبو ظهور إلى جنوب حلب، منطقة دير حافر، إلى جنوب الباب، إلى جنوب منبج، في هذه المناطق يتواجدون حتى يصلون إلى السلمية بحماة. وطبعا كانوا في القديمة كثيري الترحال، حاليا استقروا بتلك المنطقة. حدثت خلافات بينهم وبين العشائر المجاورة لهم، وحروب وثارات بين قبيلة عنزة وقبيلة الموالي. بعد فترة وعم السلام وانتهت الحروب بين القبائل، وانتهت ما هذه الحدود التي رسمتها لهم الحكومة
وهم الآن يعيشون في سلام وأمان. شيوخ الحديدين طبعا من عائلة الإبراهيم، والشيخ الأول هو جرخ الإبراهيم، وخلفه ابنه شامان، ثم ابنه الصالح، وبعدها جاء نواف الصالح، وجاء بعده سطام وغيرهم. لكن الشخصية الأكثر ظهورا والأكثر شهرة هو الشيخ نواف الصالح. ونواف الصالح هو خريج المدرسة الحربية في عهد السلطان عبد الحميد السلطان، ولد عام 1988، واستمر في المدرسة الحربية لرتبة مقدم. ذهب الدولة العثمانية، أصبح في الجمعية الوطنية السورية، ورئيسا لجوقة الشرف، ونائبا في البرلمان السوري. صدور المجالس ضايقة ما بها شياب، لهم فرجة يكبرها في مجالسنا، يا مال الجنان الباردة يا أولي الألباب، دواويننا من عقبكم ما تونسنا، فقدناكم وياليتكم بس فر غياب، عشان تشفق شوفكم لا تعوا مسنا نقوله، وحنا عارفين الغياب مصاب، تمكن صوابه لكن نعشم أنفسنا، تقافت ركايبكم وسكر وراها الباب، على الزين يا روس نفخرها ينومسنا في التلاحم والتراحم، مع الأقراب فقدنا الكثير ومخلب الوقت لامسنا. مميز، هو متعلم متحضر مطلع، وله شهرة قلنا كبيرة، واستخدم سياسة ذكية في توطيد حكمه وفي توطيد وجود الحديدين في المنطقة، فاستخدم سياسة الطيبة مع جيرانه من العشيرة الثانية، فزوج بناته إلى الأفخاذ للشيوخ الأفخاذ المستقلين بعض بناته، وزوج هو أخذ زوجة لأخيه من تركي البوريشة، البوريشة هم الموالي وهم من عشيرة الشاعر عمر بريشة، وصاهر أيضا عنزة، صاهر قبيلة عنزة أيضا أعطاهم أحد بناته أيضا مهنة تربية المواشي، ويرتحلون بمواشيهم إلى العمق أو عمق البادية السورية، ويعودون في الصيف، يذهبون في الشتاء ويعودون في الصيف. تغير الحال الآن، بعض العائلات تواجدت في المدن للتعليم، وطبقة جيدة من المتعلمين في هذه القبيلة، وتقدموا، وأصبح هناك منهم شخصيات إلى مراكز جيدة في الحكومة السورية، مراكز عسكرية وسياسية موجودة حاليا في من هذه القبيلة.